مساء الخير. عمل أنتج في الثمانينات، عمل ياباني جدا كان رائع، وشريحة كبرى من اللي تتابعونه تعرفونه، اسمه عدنان ولينا. شارك فيه الكبار من الفنانين من الخليج العربي، من الكويت ومن العراق، وأنتجته مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن منا لا يعرف عدنان ولينا وعبسي بعد؟ بس اليوم نحن في خف علينا، مش نحن اللي راح نتكلم، نحن بنخلي الناس اللي بتشوفونهم بعد شوي هم اللي يخفون علينا. سلام. سؤالنا الأول يقول: بعد نهاية الحرب العالمية الثالثة وسيطرت نامق وأصدقائها على العالم، ما هي أهم المعوقات التي يواجهها العالم في سبيل تطوير البنية التحتية وإعادة تدوير الطاقة الشمسية كطاقة متجددة للعالم؟ فده مشوار أنا مش هاد أتكلم فيه. يستعمل الناس من الفضاء بس؟ سقوط الاقتصاد العالمي. طبعا احنا نوسع الحارات بتاعة الطرق، نخلي كذا حارة، مثلا 8 حارات 9 حارات. لازم مع مساعدة مع جماعة هم سكان القمر والشمس الخارجية. السؤال الثاني: أكيد سمعت عن عدنان بطل العمل، كيف مات عدنان؟ تقريبا اتوفى في الصحراء حاجة زي كده، باين أو صحراء مش ممكن، يعني كلب طلع يجي وراه ما كده. اللي هو كان في أفغانستان وبعد كده طلع السعودية، توفى الله هنا. انتحر الراجل، نط من فوق الجبل بتالي اللي هو في العين ده. والله هو كان دايما بيحب ياكل في كنتاكي، فطلب أكل زيادة فما قدرش يكمل فتوفى في الحال يعني. السؤال الثالث يقول، وركزوا معي: طبعا اكيد تابعت مراسم تشييع عدنان، وكانت هناك مرثية جميلة للفنان تامر حسني، ماذا قال فيها؟ بعيونه ضار. بسم الله، اجمل حاجة بحبها فيك هي دي. قال يا نهار ابيض ونتنيل وعدنان لم يموت. سؤالنا الرابع يقول: اين تعيش لينا الان وكيف تقضي حياتها؟ هي دلوقتي في اسكندريه متجوزه واحد بمبوطي شغال سماك تحت مزرعه موز، ربنا كرمها. مختفيه ومنعزله عن العالم تماما. اين هرب عبسي بعد نهايه الحرب العالميه الثالثه؟ بقى دخل في المارينز دلوقتي. راح اليمن على ما اظن. على تركيا. ما حصلوه. على ريو دي جانيرو بيتهيألي. لبنان. اوه، نسيت أودعكم، وبعد نسيت أخبركم، شو رأيكم في اللي شفتوه؟ على فكرة ترى مش اليوم بس، باكر عقب باكر عقب عقب باكر، وكل يوم موضوع حلو من هالمواضيع، بس أهم شيء أنكم أنتوا تخفون علينا. يلا بملا.